الحمد لله على احسانه الحمد لله الذي لا اله الا هو لم يتخذ صاحبه ولا ولدا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بالحق الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب الحمد لله مالك الملك اشهد ان لا اله الا هو وحده لا شريك له رب الاولين والاخرين له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين صاحب المقام المحمود وحامل لواء الحمد يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى ذريته الطيبين وخلفائه الميامين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين عباد الله لا تزال السهام توجه الى هذا الدين من كل حدب وصوب من المنافقين الذين يندسون داخل المسلمين ومن الكفار من خارج ان هذا دليل على قوه الدين لان كل هذه الاستعدادات والهجمات لا تكون على شيء ضعيف. لو كان ضعيفا يتهاوى ويزول ما احتاج الى كل هذه الجهود من الاعداء. لكنه دين الله ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. وطلع علينا من طلع في هذه الايام ليكتب طاعنا في نسب النبي عليه الصلاه والسلام. وتتناقل الأخبار محاكمته هذا الطعن في نبي الإسلام الذي أخبرنا أنه من نكاح صحيح إلى آدم لا يوجد في نسبه عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله إلى آدم لا يوجد في أي طبقة من طبقات نسبه الشريف إلى آدم أي نكاح غير صحيح كلها كانت أنكحة صحيحة لم يكن فيها سفاح أبدا ويأتي من يأتي اليوم ليطعن في نسب أعظم خلق الله أعظم البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آذوه وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله آذوه وعذاب الذي يؤذيه أليم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ولذلك قال العلماء إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر ظاهرا أو باطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده أو قال أنا ما كنت أعرف أن هذه ردة ما كنت أعرف أن هذا يخرج من الدين ما كنت أعرف أن هذا حكمه القتل انها صفات المنافقين ومنهم الذين يؤذون النبي هؤلاء الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحادونه سيجعلهم الله في الاذلين لان الله كتب العزه له ولرسوله وللمؤمنين ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الذين يستهزئون به عليه الصلاة والسلام كفار ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم عندما قرن الله أذى رسوله بأذاه ليبين منزله رسوله ان الذين يؤذون الله ورسوله ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا